هل تتراجع أسعار الأرز بالأسواق؟ طب تتراجع ليه؟ طب نرجع لقرار السيد وزير التموين دكتور عالم صلحي لما قال إن الكيلو السايب الحكومة هتسعره ب 12 جنيه والكيلو المعبأ هيبقى ب 15. طبعا الأسعار زادت عن كده في السوق. طيب الحكومة بتقول يعني إنها هتمشي قرارها باستمرار حظر تصدير الأرز. طب مش القرار ده ينعكس عليا كمستهلك فأسعار الأرز تتراجع على أساس إن مش هيخرج حاجة من البلد، ولا لأ أسعار الأرز هتبقى زي ما هي؟ طب عايز أقول لك المحصول السنة دي زي الفل، 100 فل و14 يعني ما عندناش فيه مشاكل. إيه اللي مخلي الرز مرتفع؟ وإيه اللي يخلي سوبر ماركت في التجمع والناس كاتبة ده على الفيسبوك يقول لك لكل مواطن 5 كيلو رز بس؟ طب ما إذا كان عندنا إنتاج وفير والرز عندنا بيغطي الاحتياجات. تعالوا نروح لأستاذنا رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات. مساء الخير أستاذ رجب. مساء الخير أستاذ محمد المحترم الوطني، مساء الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك وعلى كل مصر. ايه هي مشكلة الرز يا أستاذ رجب؟ يعني احنا عندنا محصول يغطينا والسنة دي ما عندناش فيه مشاكل، وزارة التموين حددت من 12 ل 15 جنيه، اللي يخليه يغلى عليا؟ وحتى لما اجي افكر اروح اشتري الاقي السوبر ماركت يقول لك ليك عبوة عبوتين بس، فين المشكلة؟ طيب عشان نكون واقعي وصريح مع حضرتك، المنظومة لما قرر الدكتور علي المصلحي ان هو ينفذها فوجدت صعوبة في البداية. الفلاح كان رافض يورد، ومضارب القطاع الخاص ابتدت ترفع الأسعار عشان الفلاح يجيب لها رز. رفعت مضارب القطاع الخاص رفعت الأسعار أكثر من 2000 جنيه عن سعر المنظومة التي يرغب التموين في استقبالها إن شاء الله. حصل هنا يعني حصل بعض الضربات وحصل بعض وقف المضارب القطاع الخاص، وعشان كده حصل تعطش في سوق الأرز رغم المحصول الوفير اللي هو طالع عندنا السنة دي. لكن تم تدارك هذا الموضوع فورا وحصل شوية قرارات إن شاء الله يرجع الرز لأسعاره ويرجع لوفرته. ما هي هذه القرارات أستاذ رجب؟ أولا حضرتك الدكتور علي مصلحي طلبنا منه قرار بدخول القطاع الخاص، وده كان أفضل قرار بدخول القطاع الخاص في إيه؟ في المنظومة، مضارب القطاع الخاص تخش المنظومة، ومعالي الدكتور علي المصلحي وعدهم ان هو يديهم من تجميع الارز ده اللي هيخش اي مضرب بانه هياخد نص الكميه. وهذه المنظومه جعلت مضارب او هذا النظام جعل مضارب القطاع الخاص جميعا تتصارع على لم الارز لصالح هيئه السلع التموينيه، وحصل تحفيز لدرجه ان مضارب القطاع الخاص النهارده بتنافس وهتكون هي السبب الرئيسي في انجاح المنظومه، لان النهارده المزارع بروح مضرب القطاع الخاص كل الوقت اللي بيستناه من 15 دقيقه ل 30 دقيقه بنزل الرز بتاعه، بيقعد يشرب شاي عند صاحب المضرب، بياخد القيمه بتاعته وبياخد حافز اللي مطلعاه الوزاره، زائد ان بعض مضارب القطاع الخاص بتدي حافز من عندها للمزارعين عشان يبلغوا بعضهم ان المضرب ده بيدفع حافز للفلاحين من عنده هو عشان خاطر تشجيعا ان هو يلم اكبر كميه، عشان وعد الدكتور علي اللي نفذه وعمل تعاقد معاهم بانهم هياخدوا 50%. ده هتعمل نجاح وان شاء الله النجاح. طب انا كمستهلك هبدا اشعر بتحسن امتى كمستهلك؟ الرز النهارده اصبح متوافر، مفيش عقبات النهارده للمضارب انها تشتغل، مفيش اي موانع ان المضارب تشتغل، الرز النهارده اصبح متوافر، واذا كان هناك بعض اخطاء الحمد لله تم تداركها وفي زياده، زائد ان شاء الله
هيئة السلع التمويلية هتقوم بضرب الكميات اللي اخدتها، لانهم يعني ربما يكونوا وصلوا النهارده ل 200 الف طن ارز شعير، هتقوم بضرب هذه الكميات وطرحها في السوق، زائد ان ال 50% اللي خدوها مضارب القطاع الخاص من المنظومه طبعا لازم هيقوم بضربها هو روخر في خلال اسبوع. طيب اي مواطن بيتفرج علينا دلوقتي هيقول لك يا استاذ رجب انزل امتى الاقي الكيلو بكام؟ ينزل امتى؟ دي ان شاء الله مش هيعدي اسبوعين، وهيكون الرز ال 50% اللي خدوه مضارب القطاع الخاص هيكون متوافر في الاسواق وبكميات كبيره. الاسعار دي ان شاء الله هيكون في انخفاض فيها، لان هم خدوا الرز بدل ما ياخدوه ب 9000 جنيه خدوه ب 6600 يعني هلاقي الكيلو بكام؟ تقريبا 7000 جنيه. هلاقي الكيلو المعبأ بكام؟ هيلاقي المعبأ المفروض ان هو لا يتعدى 15 جنيه حسب القرار الوزاري اللي طالع، والسائب اخره 12 جنيه، وكمان القرار اللي امدده السيد رئيس الوزراء ان هو منع تصدير الارز ده قطع ألسنة الناس اللي هي بتفكر او بتطلق اشاعات. خليني اشكرك استاذ رجب شحاته رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات. يبقى الازمة مفروض تنفرج بعد اسبوعين من الان، بعد اسبوعين هتنزل تلاقي الرز متوفر متوسط الكيلو 15 جنيه. الكلام على مسؤولية استاذ رجب شحاته رئيس شعبة الارز باتحاد الصناعات. بس تسألني لا الرقابة غايبة، مش انت بتسألني على هوا؟ مش لازم اكون امين معاك؟ لو جينا بقبضه حديديه كده وضربنا على شويه احتكارات وشويه مستغلين هتلاقي الرز طالع. انت مانع التصدير، اصلها هي يعني 1+1=2، كميه الرز المزروعه تغطي استهلاك ال 100 مليون مواطن. ما عنديش ازمه. طيب يبقى فين يعني؟ يعني اتمنى، لان المواطن ما ينفعش يعاني بسلعه رئيسيه زي كده يعني.